السلام عليكم عمي المختار، بخير؟ كي داير؟ هانيه، كي داير مع الوقت؟ الله يطول لنا عمرك. عمي المختار، عندي طوموبيل هيونداي اكسنت. مؤخرا وليت حسيت بالموتور ملي كنسكت فحال الا كيترج كيتهز، ما عرفت منين داك، منين جا داك الديفو، واش هذاك الديفو منين. وهي عندي طوموبيل ديزل موديل 2012 وضربه 110,000 كيلومتر، ومؤخرا حسيت ملي كنسكت كتزعزع، يعني جهة الموتور كيتزعزع، ما عرفت منين جا هداك الشي. الله يجازيك، انا عندي ماري ونسكت، والله يجازيك بخير. قول لي شنو كاين، واش هادشي ديفو ولا غير شي حاجة عابرة؟ يعني ماشي شي ديفو نيت كبير. الله يرحم والدي. غادي نعمل نقطة، ما كنهضرش عادي، ما كاين حتى مشكل. هاو كتسمع الموتور كي داير، راه الموتور باقي بارد، والله اللي ما شاف. هاني غنسكت عند المختار، دابا غنسكت ونشوف بحال كيترج الموتور، كيه يهتز. انا مختار، شتي الرجه كي دايره؟ سمعتيها؟ ما عرفت واش هذا ديفو ولا عادي. الله يرحمك الوالدين، رد ليا في اقرب الوقت. الله يجازيك.